تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بشلف من تفكيك شبكة وطنية تتكون من 6 أشخاص مختصة في تهريب مادة محظورة والمتمثلة في مادة ألعاج ناب الفيل، والتي تم التأكد من صحتها بعد إجراء الخبرة العلمية على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، أين تم حجز 1.950 كيلوغرام من هذه المادة والتي كانت معدل البيع بمبلغ 600 مليون سنتيم. جاءت هذه العملية على إثر معلومات مؤكدة مفادها أن أحد الأشخاص والذي ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري يقوم بالترويج للمادة المذكورة، أين تم استدراج المعني والإطاحة به رفقة شريكه بمحطة النقل البري للمسافرين بولاية شلف. كما أفضت التحقيقات إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة والمقدر عددهم ب4 أشخاص والذين ينحدرون من إحدى ولايات الجنوب الجزائري. بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلف.